بال دارنا حنا بال دارنا حنا بال دار لي برشا ناس فما يقولوا شريحة معينة من 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 المجتمع التونسي متشبث نحس حنا بال تخرج عليها ونخرج عليها معناها شنو معناها تخرج عليك؟ معناها ساعات تمشي لبلاصة ما تخرجش عليك مش متاعك معناها ما نصورش روحي نهار اكزامبل منها رات نلقى روحي في الوطنية لاني متاعها ولا هما متاعي حوار تونسي مش متاعك؟ أنا قلت لك في حنا بعل هكا أوني هكا بلوز انتيم حتى علاقتنا غاديكا حتى لومبيونس في حنا بعل في بعضنا سي بلوز انتيم حنا بعل معناها ما فماش شكون اليوم خدم في حنا بعل وبعد خرج يشكي من حنا بعل هوني معناها ماكش قاعدة تفرق بين المهني والإنساني إذا واحد إذا نخمو على المهني أنت يمكن تنجم تكون كان خمم في حوار تونسي كان جيت نخمم فيها فلوس أنا قلت لك كان جيت نخمم فيها فلوس راني عندي برشا مانيش في حنا بعل وين جيت خم فيها فلوس وين كنت؟ ماني راني تو مانيش في حنا بعل وين ما نعش راني كلكو بار راني في بلاصه فيها فلوس وملاين على اليمين وعلى اليسار وراني تو ندرم لين ومحاسب ندمت ليه لي عمري نندم على حاجه انا نقررها كي ترى اليوم دونك انا جو ديسيد ما نندمش كي ترى اليوم بيا الزردي مادامني انا اليوم صاحبه قرار ما نندمش هيلا كي ترى اليوم بيا الزردي هي على ما كانت في الوطنيه كانت في الاذاعه الوطنيه اليوم في قناه الحوار التونسي اليوم عندها شعبيه كبيره اليوم وخلينا نقولوا نجمه هي بايز زردي ما نستحقش للحوار التونسي وما نستحقش للتاسعه باش نعمل شعبيه كبيره الوغ كو انا ديجا عندي شعبيتي فاش قام انا يمكن نزيدهم هما شويه شعبيه بوتيتر نزيدهم انت امانة اموري واضحه معناها والحمد لله الحمد لله اليوم في قناه حنا بعل هي موجوده كمعده برنامج دارنا في رمضان شوف